بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ماذا تعلمون عن قوة الشكر أو طاقة الشكر؟ الحقيقة طاقة هائلة يكتسبها الإنسان إذا عود نفسه على شكر الناس. عندما يؤدي أحدهم إليك معروفا تعود أن تشكره. انظروا أيها الأحبة، حبيبكم عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يعني علمنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن نشكر الناس. كلما أدى أحدهم إليك معروفا يجب عليك أن تشكر أخاك، بغض النظر حتى لو ملحد قدم لك معروفا اشكره. هذا الأمر ينعكس سعادة عليك، مفيد، مفيد للإنسان. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الحقيقة أنا يعني رأيت اليوم دراسة لجامعة هارفارد، الجامعة رقم واحد عالميا. هذه الجامعة نشرت مقالة بتاريخ نوفمبر 2011 تقول إن الشكر للآخرين يمكن أن يجعلك أكثر سعادة. الحقيقة يعني أنا مقالة غريبة، وتعتبر هذه الدراسة ضمن ما يسمى بعلم النفس الإيجابي لحياة أكثر سعادة. طبعا هم يبحثون عن السعادة، ولكن لن يجدوا هذه السعادة إلا في ظل الإسلام، وسنثبت ذلك، ونثبت ذلك دائما أيها الأحبة. طبعا أيها الأحبة، يعرفون الشكر أو الامتنان على أنه عبارة عن يعني كلام تؤديه لمن أدى لك معروفا تشكره. تقول له مثلا شكرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيم: جزاك الله خيرا. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. طبعا هذا الإحساس تجاه الآخرين، تقديم الشكر لهم كما تقول جامعة هارفارد، يساعد على أن تتمتع بالحياة أكثر، وأن تمتلك مشاعر إيجابية أكثر، وأن تحسن صحتك أكثر، ويصبح لديك قدرة أعلى في التعامل مع الشدائد والمصاعب، وتبني علاقات قوية أكبر. أنا أقرأ حرفيا من موقع جامعة هارفارد أيها الأحبة، لكي لا يأتي بعض المشككين ويقول أنتم تأتون بمعلومات من هنا وهناك. أنا أقرأ من موقع جامعة هارفارد. الحقيقة قام اثنان من علماء النفس، وهما الدكتور روبرت إيمونز من جامعة كاليفورنيا، والدكتور مايكل إي ماكولو من جامعة ميامي، قاما بالكثير من الأبحاث حول الشكر. ماذا تستفيد منه؟ هل يؤدي إلى تحسين صحتك النفسية، تحسين النظام المناعي، تحسين حياتك بشكل عام؟ طبعا أيها الأحبة، طلبوا من المشاركين أن يكتبوا عبارات فيها الثناء، فيها شكر، فيها امتنان. طبعا هم لا يعلمون مدى تأثير كلمة أو عبارة جزاك الله خيرا. نحن هذه العبارة عندما يؤدي أحدهم إلينا معروفا، نبينا علمنا أن نقول له جزاك الله خيرا، فيها راحة نفسية للطرفين، وفيها دعاء للطرف الآخر، يجد ثواب هذا الدعاء يوم القيامة. يعني النبي علمنا أن نشكر هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، يعني انظروا إلى عظمة هذا الدين الحنيف. طبعا خلال 10 أسابيع، التجربة استمرت 10 أسابيع حسب موقع جامعة هارفارد أيها الأحبة، كتب هؤلاء عن الامتنان وعبارات شكر. يعني عودوا أنفسهم على شكر الناس. شخص قدم إليك أي شيء تشكره، تدعو له، طبعا ماذا وجدوا؟ وجدوا أن هناك إحساسا أكبر بالتفاؤل، أصبح لديهم نظرة مختلفة للحياة، وشعروا بتحسن في حياتهم. المثير للدهشة
أنهم مارسوا أيضا تمارين رياضية أكثر، وكانت زياراتهم للأطباء أقل. يعني عندما تشكر الناس أحبتي في الله، عندما تشكرون الناس يتحسن أداء النظام المناعي لديكم. أنت متى تزور الطبيب؟ عندما يكون نظامك المناعي ضعيفا، أي هجمة، أي مرض، أي فيروس يفتك بك، فتضطر للذهاب إلى الطبيب. ارتفع النظام المناعي ونشط، وبالتالي أصبحت أقل زيارة للأطباء. وطبعا هناك دكتور اسمه مارتن إي بي سليجمان، وهذا عالم نفس في جامعة بنسلفانيا، أحد رواد علم النفس. أجرى أيضا تجارب على 411 شخصا، بحيث أنه أمرهم أن يكتبوا عبارات شكر، خطابات شكر، عبارات فيها كلام لطيف، فيها كلام حسن. انظروا أيها الأحبة، دائما أنا وأنا أقرأ هذه الدراسات أستحضر آيات من القرآن. القرآن ماذا قال لنا؟ ماذا قال لنا؟ وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، يعني اختر الكلام الحسن وخاطب به الناس. طيب، هذا منهج علم اليوم جامعة هارفارد تنادي به. طلب هذا الباحث من المشاركين في الدراسة أن يكتبوا عبارات شكر ولطف وكلام حسن، وبالتالي فإن هؤلاء المشاركين أظهروا على الفور زيادة هائلة في درجات السعادة لديهم عند اختبار درجات السعادة. طبعا هذا كان له تأثير يعني كبير جدا. هنا أيها الأحبة، خرج العلماء بنتيجة، أنا سألخص لكم الدراسة التي أقرأها الآن على جامعة هارفارد، إن الإنسان الذي يعود نفسه على شكر الناس وعلى الكلام الحسن والكلام اللطيف يفيد نفسه ويفيد الآخرين، مريحة للآخرين. هذا المنهج مريح وليس فيه انتقاص لك، يعني عندما تقول له شكرا، جزاك الله خيرا، بارك الله بكم، هذه العبارات اللطيفة يجب أن تجري على لسانك باستمرار، لأن فيها فائدة لك أولا. لذلك الله تعالى ماذا قال؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أنت عندما تشكر الناس أو تشكر الله سبحانه وتعالى، إنما ماذا أيها الأحبة؟ إنما أنت تفيد نفسك. لذلك أيها الأحبة، يعني نجد أن هذه طاقة الشكر، هذه نرى نتائجها في حياتنا من خلال سعادة أكثر وصحة أفضل للقلب كما تقول الدراسة أيضا، ونظام مناعي أفضل. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ إذن أيها الأحبة، ابدأوا منذ هذه اللحظة بتطبيق هذا المنهج النبوي، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ابدأوا بالعبارات اللطيفة، وقولوا للناس حسنا، وكلمة للناس هنا لا تعني المؤمنين، لكل الناس طبعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الكلام الطيب والحسن. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والكلمة الطيبة صدقة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.